بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم في موكب الدعوة. في الحقيقة بودنا أن ننتقل للجانب الآخر، وهو أنكم ولله الحمد لكم نشاط مبارك ونشود في العديد من المؤلفات والكتب والرسائل التي دونتموها وكتبتموها، وهي كثير منها منشور ومبثوث ولله الحمد. أجد أنها فرصة شيخ صالح لنستمع منكم إلى أبرز هذه المؤلفات التي كتبتموها، ابتداء بأولها تأليفا. أنا ليس لي مؤلفات في الحقيقة، وإنما لي بعض الكتابات التي كتبتها لا بنية التأليف، ولكن كتبتها لمناسبة حصلت أو مشاركة في مؤتمر أو في ندوة أو مشاركة في مجلة أو مشاركة في برامج إذاعية. كتبت هذه الأشياء ثم رأيت أنه من المفيد الاحتفاظ بها وإخراجها في صورة كتاب، لا في صورة مؤلف، وإنما في صورة كتاب جمعت فيه ما صدر مني أو كتبته في هذه المناسبات. ومن ذلك ما كتبته لنيل درجة علمية، ابتداء بدرجة الماجستير. فقد كتبت في رسالة درجة الماجستير في موضوع الفرائض والمواريث رسالة اسمها المباحث، رسالة اسمها المناهج المرضية في المباحث الفرضية، وهي مطبوعة ولله الحمد. ومن ذلك ما كتبته في رسالة نيل درجة الدكتوراه في الفقه، وهي رسالة الأطعمة، ما يحل منها وما يحرم بالأدلة، وهي أيضا مطبوعة ومتداولة. ومن أقدم ما كتبت رسالة في الرد على الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه الحلال والحرام. قد كتبت كتابة سميتها الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام، وعرضتها من أولها إلى آخرها على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله، قرأتها عليه من أولها إلى آخرها، فأشار علي بإخراجها وطباعتها، وهي مطبوعة ومتداولة والحمد لله. ومن ذلك أيضا كتاب الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، وهو عبارة عن حلقات في العقيدة كنت ألقيها في الإذاعة، فجمعتها على صورة كتاب وأسميته بهذا الاسم، وهو مطبوع ومتداول. ومن ذلك رسالة كتاب التوحيد، وهو عبارة عن كتابة كلفت بها من قبل وزارة المعارف لإعداد كتاب للثانوي في عقيدة التوحيد، فكتبته بموجب هذا التكليف، وصار يتداول ويطبع الآن والحمد لله. ومن ذلك حلقات كنت ألقيتها في إذاعة الرياض بعنوان من الفقه الإسلامي،
وهي حلقات امتدت من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الإقرار على ترتيب المتأخرين من فقهاء الحنابلة. فجمعت هذه الحلقات تحت مسمى الملخص الفقهي، وهو مطبوع الآن في مجلدين والحمد لله. ومن ذلك لما توليت الخطابة في جامع الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله في الملز، كنت ألقي الخطب وأدونها قبل إلقائها في مسودات. فلما تجمع لدي عدد كثير من هذه المسودات رأيت وأشار علي بعض الإخوة بتمحيصها وإخراجها في كتاب مطبوع ليمتد النفع به وليساعد إخواني الخطباء، فقمت بإخراج هذه الخطب، سميتها خطب المنبرية في المناسبات العصرية. وهذا المجموع يتكون من أربعة مجلدات، وهي مطبوعة ومتداولة الحمد لله. هذه من أبرز ما ينسب إلي من كتابات، وهناك كتابات متفرقة ومتنوعة تحت مسميات كثيرة لا داعي لذكرها الآن لأن المجال لا يتسع. أحسنتم الشيخ صالح ثابكم الله.